اكيد. طب استاذ جمال، يعني مش غريب شويه انه بعض الاعلام جداً. زي ما ايوه قبل ما تكمل اكيد انه يعني النادي الاهلي خسر ماتش وهو ماتش الزمالك بعد 20 ماتش من غير ولا خساره، وطلع هجوم على مجلس الاداره بشكل بشع. وبنشوف انديه تانية سواء بيراميدز اللي خسر 3 ماتشات ورا بعض ما حدش اتكلم ابدا عن مجلس الاداره، او الزمالك اللي خسر وتعادل برضه وطبعا ما حدش اتكلم على الاداره او الهجوم ده ما شفناهوش على الانديه التانية. ده مش يعني مش غريب شويه؟ لا، هو انا شايف ان هو غريب من الناحيه المنطقيه، انما هو طبيعي مع الاحداث اللي في الدوري المصري. بمعنى انه فرقه النادي الاهلي الفرق اللي بينها وبين اقرب المنافسين 19 او 20 نقطه، فده فرق كبير جدا. انا بشوف ان هو ممكن يصيب البعض بحالات، يعني انا مش ببالغ، لانه اولا على المستوى التاريخي النادي الاهلي هيبقى 42 دوري، اقرب المنافسين طبعا هيبقى بعيد جدا او كل انديه الدوري، وده على فكره احنا مش بنقوله استعداء للاخرين، احنا بس بنقر بالامر الواقع. النهارده الكبير دايما لو تعرض لهزيمه واحده بتبقى حدث، يعني ده حتى في عالم الصحافه انه الناس معتاده على ان الاهلي يفوز 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 يفوز. الفعل اللي هو ماشي مع النادي الاهلي فاز يفوز فوزا، في غير كده لو خسر مره. كمان انا عايز اقول لحضرتك ان الاهلي لا يتعامل مع البطولات اللي هو بيدخلها على انه هو هيكسب فلان ويخسر من فلان. الانديه الاخرى بتضع امامها هدف واحد، الفوز على الاهلي، بلاش الفوز على الاهلي. فرق كتيره جدا بتلعب. في احد مسؤولي نادي الزمالك قال انه كان بالزبط. هدف كبير بالنسبه له. وعلى فكره على معظم الفرق اللي بتلعب قدام الاهلي بتلعب للشهره، مباراه المبارك. بمعنى ان هي دي بالظبط كده يا استاذ عصام، ان هي دي هو بالنسبه له بيبص لها على ان دي المباراه اللي اولا هتصنع نجومه، هينتقل لاعبين قيمتهم التسويقيه هتزيد من خلال ادائهم امام الاهلي. ولذلك دايما جماهير الاهلي بتقلق قوي على فرقه النادي الاهلي لما بتلعب مع اي حد. ده اكيد يا استاذ جمال. بس احنا لما بنتكلم على ان يكون في نقد من الاعلام، وطبيعي يكون في نقد، بس النقد البناء برضه يا استاذ، بس هو مش كل الاعلام، انا مع عصام، بعض الاعلام اللي احنا شفناه ما كانش نقد بناء ابدا، هو كان هجوم غير مبرر بالمره. ما هو ده الاوقات اللي اي حد زي ما يعني المفروض النادي الاهلي، انا اسفه بس جمال الزهيري قال قبل ما ترصدي حاله، يعني هو برضه هي بطوله بالنسبه لهذا وذاك في بعض الاعلام انه يطلع ويستفيد، يعني بالظبط لدرجه يعني الجمله اللي بقت افيه عند جمهور الاهلي، هو ما فيش حد عنده مكتب الا النادي الاهلي، يعني الفوز في المكتب والخساره في المكتب وهكذا.